بون السلام عليكم. الله يرحم الشهداء، تحيه للجزائر، الله يحفظكم اخوتي. عندنا قضيه حساسه لازم نتطرقوا لها، واي حاجه تمس الجزائر ولا ابناء الجزائر تعرفوا بلي الرئيس باردينو يتدخل فيها. انا نوجه النداء نتاعي لعامه الناس وعامه الحكومات جزائريه او تونسيه. حنا خوتي عندنا قضية في تونس باحتراماتنا لخوتنا التوانسة، ونحترموا دولة تونس وعلى رأسها القيس سعيد، تعرفونا باللي محترمينه. حنا نوجهوا له نداء قيس سعيد أنه يتطرق لهذه القضية، وهذه القضية حساسة. رانا في ديزاني مازال ما شفنا والو في قضية ولادنا اللي ديسباري عنده في السجن. ولادنا اللي راه ساجنهم لازم اطلاق سراحهم فورا قبل ما نردوها راي عام. تخيلوا، فكركم بحاجه يا شعب الجزائر ويا دوله الجزائر، فكركم بحاجه. العام اللي شرطه الحدود نتاعنا بارك الله فيها تم القبض على حافلة تحمل المواد المدعمة تاع الاستهلاك اللي مدعمتها الدولة، قامت القيامة في تونس على جال حافلة دمنا ماهوش رخيص لهالدرجة، دمنا ماهوش رخيص لهالدرجة. لهذا لازم على الدبلوماس تاعنا يلعب دور فعال باش يشوف قصة ولادنا هادو وراهم، ولادنا وراهم. حاولت نفهم انا ولادنا وراهم، ولادنا اللي كانوا فيه اللي لقاو عليهم القبض في تونس ومازال ما شافوهمش والديهم حتى يومنا هذا وراهم. يا كاين محاكم دوليه، ما لازم على اولياء الامر نتاعهم يتجهوا المحاكم الدوليه، روحوا للمحكمه تاع الجزائر. عندنا ثقه في عدالتنا الحمد لله، حنا ماناش نقولوا عدالتنا كذا وكذا، الحمد لله عندنا ثقتنا في عدالتنا، عندنا ثقتنا في رئيسنا. ونوجهوا النداء نتاعنا القائد الاعلى للبلاد هو عمي تبون. عمي تبون انت تعرف خير منا وانت زين العارفين، هناك جزائريين تم القبض عليهم في تونس وراهم في السجون. الى حنا كلنا نعرفوا بلي الحكم نتاع ماهوش تاع قيس سعيد، الحكم نتاع المخلوع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كان ديكتاتوري حقيقة، يا وكانت عنده سجون سرية. على ولادنا ما بانوش، هل ترى ولادنا قتلوهم وقاسوهم في البحر؟ هل ترى ولادنا ديسباري؟ هل ترى ولادنا دوبوهم وردوهم مهابيل؟ حنا رانا باغيين الأولياء نتاعهم يشوفوا ولادهم. هذه قضية رأي عام لازم توصل للأمم المتحدة. منا نوجه النداء نتاعي الأولياء لهاد الناس، بحثوا الأمم المتحدة، بحثوا الأمم المتحدة. هذه قضية رأي عام. يا دولة تونس، شعب الجزائر دمه ماهوش رخيص، ورونا ولادنا وراهم. السلام عليكم.